في مشهد انا اعتقد انه مش موجود في اي حته في العالم غير عندنا احنا بس. المشهد بتاع يوم الامتحان الصبح، الام او الاب او الجوز رايحين مع شاب عنده 17 18 سنه او شابه عندها 17 18 سنه، لازم يوصلوها لحد الباب بتاع المدرسه اللي هتمتحن ولا هيمتحن فيها، ويفضلوا واقفين وقاعدين في العربيه، وبعدين كمان هم مذنبين البنت قبل ما الجرس بتاع الدخول يخش انها تفضل، ولا الولد ضلوا ماسكين في ملزمه وقاعدين على راي سعيد صالح نازل مدح قاعد عمال يعمل كده ويعمل كده وبتاع ومش عارف ايه. ثم انه المشهد بقى اللاحق بعد ما الولاد والبنات بيخشوا، فبيتقفل البوابه الحديد، وتلاقي بقى ايه الامهات والابهات تحسوا ان هم واقفين على باب سجن ابو زعبل ماسكين في الحديد او ساندين على السور وعاملين كده. انا مقدر ان هم بيحبوا اولادهم، بس ده مشهد غريب جدا جدا. ليه؟ هو ليه ايه ده يوميا، ده هو فاكر في الامتحانات بس، ده في كتير جدا من اولياء الامور بيودوا الولاد ويستنوهم قدام المدرسه ويرجعوا ياخدوهم تاني، او تروح توديها وترجع البيت وبعدين ترجع تاخدها. بالنسبه للولاد دول مش عايزين كده، وبيبقوا مكسوفين جدا من المنظر ده. مكسوف وكمان ما بيتعودش على نفسه، ما بيتعودش ياخد مساحته مع اصحابه. انت اصلا موديه أيوة. مكان علشان خاطر يبقى الاثنين ايكوال لبعض، كل واحد فيهم بيبهتوا على الثاني، بيبقى شكله حلو ودماغهم فكر واحد تجاه واحد. لكن ماما على راسي بس في البيت، مش لازم يبقى معايا كل يوم. ده صعب جدا، صعب عليها هي وعلى ولي الامر، صعب عليك. وكمان مش صح يعني تربويا، مش صح. انت ما بقاش معتمد على نفسه ولا كمان واثق في نفسه، هيجي بعد كده تخش تدخله الجامعه كمان، يعني صعب قوي يا جماعه. انا مش قادر اتصور والله بجد هم ليه ما بيفكروش في انه ده مشهد بيؤدي الى احراج شديد للولاد والبنات اللي رايحين. انا على عين وصلوهم وروحوا بقى اتكلوا على الله، شوفوا اشغالكم. انت عندك تاخد اجازه من الشغل عشان تقعد على باب المدرسه العيال بتمتحن فيها. طب زي ما كنت بتقولي حضرتك انه الولاد عايزين يقفوا مع زملائهم واصدقائهم، مش عاوزين يحسوا ان هم لسه في سنه اولى حضانه بابا وماما قاعدين مستنيينه. يعني شيء غريب. انا شفت ناس بتبقى قاعده جاهزه لعيالها بعصير عشان لما يخرج يديله عصير، تحس ان هو الولاد عنده هبوط سكر ما زي الفوق. ده وحش، ده في عز حالاته، امال لما بيعد يعمل ايه؟ ده حقيقي اتعود. بس يا ريت نغير نفسنا ونغير سلوكياتنا، لان مش نافع كده. وياخد ان يروح مواصلات بنفسه ويرجع، ليه توصله اصلا؟ ما هو بيروح كل يوم، طالما بيروح يبقى يكمل، هو ده الصح. يعني ما اعتقدش ان حد شاطر قوي كده بيعمل ده، مش صح، مش حلو، شيء مؤلم. فاقدر اقول دكتور سعاد بتقول كفوا عن الموضوع ده، ارجوكوا بلاش. شكرا، كفايه. طيب